السلام عليكم، معكم نادية بن طلحة، مديرة مدرسة كليوباترا الحلاقة والتجميل، عضوة بالمجلس الجماعي مدينة سطات، ونائبة رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والمجتمع المدني بمدينة سطات. لالا نادية، كان الحضور ديالك ملفت يعني في المهرجان اللي تنظم بمناسبة عيد الاستقلال. يعني كلشي كان كيسول نادية بن طلحة شنو كدير هنا وشنو الدور ديالك؟ الحمد لله، بعد اول حاجه المهرجان ولا النجاح تبارك الله اللي لقى. اول حاجه تما انا كان الحضور ديالي كمدعمه للبرنامج بحكم علاقه صداقه اللي كتجمعني مع جمعيه منار والاعضاء ديالها. ومهم فاش اقترحوا عليا هذه الفكره ديال اني نكون معاهم في البرنامج، ماشي بالصفه ديالي كمستشاره او مسؤوله او نائبه لجنه الثقافه، ولكن كداعمه للبرنامج، وما كروش اني نكون معاهم في التقديم. كانت هذه فكره مزيانه ليا وعجبتني الفكره. بالنسبه للحفل، يعني اول حفل يعني بعد مرور ازمه ديال كورونا وانتخابات وما الى ذلك، يعني شنو كان الاحساس ديالك وانت كتشوفي يعني الناس فرحانين، القاعه عامره، كل شيء ناشط، الاحساس ديالك؟ اول حاجه كانت بعد الفرحه ديالي لا توصف. انا بنت العمل الجمعوي وانا صغيره، كندير المسرح، كندير بزاف ديال الامور بحال هكا، فاعله جمعويه كنظن بامتياز. دونك كانت بالنسبه لي واحد الفرحه كبيره اني نشوف المركب الثقافي عامر بهذيك الطريقه، والحضور الوازن ديال بزاف ديال الشخصيات الحمد لله اللي كبروا بينا وجاو باش يدعموا هذا النشاط. بالنسبه لي كانت فرحه كبيره. بالنسبه للحضور، واش كان يعني كانت التوقعات ديالك بان القاعه غادا تكون يعني ممتلئه عن اخرها، وكاين اللي كاع ما لقاش فين وقف لا فين يجلس؟ هذه اول حاجه. انا بعدا كنعتذر للناس اللي ما قدروش انهم يكونوا معنا، بغاو يكونوا معنا وما قدروش، بان القاعه لا تسمح. نورمالمون حنايا كنا كنقولوا بان غادي تكون النسبه ديال 50%، ولكن حشمنا من الناس وكانت شويه ديال الاكراهات، لان باقي خاصه يكون شويه ديال التباعد، لان باقي كورونا باقا كاينه معنا، بغينا ولا كرهنا راه باقا كاينه معنا. ولكن الحمد لله ملي كانت القاعه عامره، والحمد لله ملي دازت الامور كلها مزيانه، وكيف ما قلت لك كنعتذروا من الناس اللي ما تمكنوش انهم يكونوا معنا داخل القاعه. بالنسبه للمجموعه ديال الناس، يعني اثارهم يعني ديك اللباس التقليدي اللي لبستي، التقشيطه المغربيه اللي جاتك غزاله. الله يبارك فيك. بزاف ديال الناس يعني بغاو يسولوا منين جاتها، شكون خيط لها؟ هذا بعدا سؤال زوين عجبني. اولا كنوجه التحيه والشكر الخالص جدا 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 للنقافه السلطانه، لان الاكسسوارات والتكشيطه وداك الشيء كامل كانوا ديولها، وهي كانت نورمالمون كنا ناويين ان نكون معنا في البروغرام، انها كانت غادي تحضر بالعروسه ديالها وبهذا كنقافه، ولكن ظروف العمل ما سمحاتش لها انها تكون معنا. ان شاء الله تكون معنا في الدورات الجايه. المهم كنقول البنات اللي بغات شي حاجه تمشي عند النقافه السلطانه. بالنسبه للحفل يعني اللي تزامل كيف ما قلنا مع مناسبه اللي هي غاليه بزاف، يعني الاحساس ديالك ماشي كمقدمه في ديك اللحظه، ولكن كمغربيه كتحتفل بهذ الذكرى 66 الاستقلال ديال المغرب؟ الحمد لله، هو الذكرى ديال عيد الاستقلال هي ذكرى مجيده وذكرى عزيزه على جميع المغاربه، وكنفتخروا بها وكيف ما كنفتخروا بسيدنا الله ينصره. وحنا هاد الذكرى هادي راه كتمثل لنا الحريه، كتمثل لنا الاستقلال بمعنى الكلمه، تحت القياده ديال سيدنا الله ينصره علينا، ولهلا يخطي علينا. اللي حضروا بالنسبه للشخصيات اللي حضروا، يعني شنو هو يعني الاضافه اللي عطاو لذاك اللقاء؟ أن الموضوع يعني فيه ناس مصريين، فيه ناس من خارج المغرب. الحمد لله، يعني حضور ديال الناس، يعني الدبلوماسيه المصريه في يعني والسفاره المصريه في المغرب كان لهم حضور، فبالتالي كان ضروري ان الشخصيات الوازنه عندنا في المدينه انهم يكونوا حاضرين معنا. وكنشكروا كاع كلهم، لا السيد رئيس الثانوي، لا المجلس الاقليمي، لا السيد العامل، لا السيد الباشا، الناس كاملين اللي شرفونا بالحضور ديالهم. بغينا نقول لهم بان هذاك الحضور بانه كان تشريف لنا وتشريف عظيم اللي حنا كنشكروهم من هذا المنبر عليه، وكنوجهوا لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الشكر. فبالتالي هذاك الحضور الوازن ديال هاد الشخصيات هادو زاد عطى واحد النجاح وعطى واحد لافونتاج كبير للمهرجان اللي كنتمنوا ليه ان شاء الله استمراريه. يعني بزاف ديال الناس يعني شافوا واحد اللقطه اللي كانت مثيره في ذاك المهرجان. هي اللقطه يعني لحظه التكريم ديال الاعلامي الكبير السي بن شيكر. عتيق بن شيكر. ومن بعد يعني بداو كيسولوا شكون هي هاد الشابه الجميله اللي عطاها بن شيكر الورد ديال المهرجان. اول حاجه حنايا من الناس اللي الورد.
هو هذا المريض ديالو، كنوجه ليه حتى هو التحيه وكنوجه ليه الشكر الجزيل. اول حاجه لانه حضر معنا، انسان اللي فعلا يستحق كل التكريم، انسان اللي عطى الشيء الكثير للاذاعه الوطنيه، سيد اللي كرم بزاف ديال الفنانه، سيد اللي حنا كبرنا معاه في الاذاعه، كبرنا على صوت عتيق بن شيقر. دونك هذا السيد هذا كيستاهل منا اننا نكرموه، ولو ما كانش يعني التكريم يعني بالمقام ديالو قد المقام ديالو، ولكن الحمد لله يعني بالحدود الامكانيات ديال الجمعيه ديالنا وهذا، دونك كان التكريم هذا. وبالنسبه لي انا هذاك الورد شي حاجه زوينه، وكنشكره من هذا المنبر بزاف بزاف. ومازال محتفظه فيه؟ محتفظه بي اكيد، راه عتيق بن شقر. شكرا. الله يبارك فيك، شكرا بزاف.